هي ليست المرة الأولى التي تشهد فيها الإمارات اعتقالات لمجموعة تتهمها بالانتماء إلى الإخوان المسلمين المصريين. خلية سبق أن اعتقل أعضاؤها في 15 من شهر تموز يوليو الماضي، التهمة إعداد مؤامرة تستهدف أمن الدولة. هذه المرة أكثر من 10 أشخاص من قيادة جماعة الإخوان المسلمين المصري في قبضة السلطات الأمنية الإماراتية. خلية وبحسب صحيفة الخليج الإماراتية تعمل على تجنيد أبناء الجالية المصرية للانضمام إلى صفوف الجماعة وتحول أموالا طائلة إليها في مصر بطرق غير قانونية. تحريات ومتابعة لفترات تجاوزت السنوات لقيادات وعناصر الجماعة أكدت قيامهم بإدارة خلية تتمتع بهيكلية عمل ممنهجة. أعضاؤها بحسب الصحيفة يعقدون اجتماعات سرية في مختلف مناطق الدولة فيما يطلق عليها المكاتب الإدارية. التحريات أفادت أن الخلية قدمت العديد من الدورات والمحاضرات لأعضاء التنظيم السري عن الانتخابات وطرق تغيير أنظمة الحكم في الدول العربية. رد الإخوان المسلمين جاء سريعا. محمود غزلان المتحدث الرسمي باسم حركة الإخوان المسلمين في مصر رفض هذه الاتهامات قائلا إن الهدف منها إثارة البلبلة حول الإخوان وأن الجماعة لا تتدخل في شؤون الدول الأخرى.